الهلال السعودي في هذه الليلة الكبيرة والأمس. أتكم في هذا النقل الحي والمباشر كبيرة لقاء الإياب أمام أوراوا فيني، ومع العلم أيضا أنهم قبل تقريبا شهر أو أكثر لعبوا في مكياب من عبور الوداد والوصول إلى نصف نهائي المونديال وصيلا في كوريا واليابان عام 2020. الملعب الذي يتسع لقرابة يلعب الفريقان المباراة النهائية في دوري أبطالات، وفي هذه الأمسية أوراوا يحشد جماهيرة وطاقة وكل مكاسولي على الكأس الغالية، الكأس التي فاز فيها الهلاليين 4 مرات 8 بطولات آسيوية. منظر رائع بصراحة في الزعيم للتتويج الفريق اليوم هذه البطولة. كل الأمنيات بالتوفيق لممثل الوطن لزعيم آسيا وكلاعب الزوفي وزانشين وحكم الفار بون أدهم مخاتمة من الأردن، قائد الفريق سلمان الفرج، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، متعب الفرج، عبد الله المراهم. بعد ذلك بدوري أبطال آسيا مثل ما كان المشهد الهلالي في السنوات القليلة الماضية ليخوض هنا بألوانه المعروفة الأزرق الهلالي المعروف. البداية للفريق الياباني باندفاع هجومي مبكر لكن لم تترجم الكرة من ميشيل، عرضية خطيرة وفرصة لكن الحارس يتدخل. إيغالو بكرة، إيغالو بكرة، ميشيل الحمدان، وبعد ذلك الدفاع الكرة فيها تدخل وبعد ذلك صافرة من هدية في هذا اليوم بطولة أخرى ولقب جديد. هذه عودة بعد ذلك لياندري كاريو بكرة عرضية لكنها مرة. الفريق الياباني يحاول الصعود على جهة اليسار بكرة أمامية بعيد عن الكل عند كيبليه، تركها لمعيوف، عبد الله طويلة يبحث عن الثغرة على التمريرة، البريك للحمدان، واحدة 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 للحمدان لكن التغطية خطيرة وكرة العودة شوفها مرة أخرى في هذه الكرة الخطيرة جدا لمصلحة الحمدان، وفي الأخير فيها ركل، فيها حساري من اليسار، البريك تبوية حلوة 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 حلوة، عرضية على اليمين لميشيل وميشيل بكرة على كنو على وعلى إيجابي أمام التغطية وكاريو وميشيل عدى بكرة وتسديدة يا إيل وكنو ميشيل يحاول مرور لعطيه بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. لا تترجم بعد ذلك إلى هدف حلوة يا ميشيل لكن حارس المرمى تألق في بعدها بعد ذلك نيشيكا لمسة إلى كاريو يلعب كرة عرضية أخرى وفرصة لمصلحة الفريق الياباني عن طريق القائد ساكاي، بينية لكروكي مع جاك، مع جاك خطيرة لمصلحة الفريق الياباني، سعود في التغطية، تمريرة حلوة ورابط لمصلحة أتسوكي وحاولت مرور من جانب ساكاي، عرضية خطيرة في المباراة الذهاب. الآن الفرصة الأخطر كانت لكروكي ولكنها أيضا الحمد لله عدت بسلام اللي خطف كرة واحدة في الهدف الأول في النهائي طويلة خطيرة وسعود بكرة وفرصة تصل عند تغطية في تسديد التمويل محاولة تسديد إلى كنو قوية لكن عاطفة كرة لمسة وتمريرة لمصلحة فريق أوراوا أمامية سهلة عندك يا معيوف حلوة باتجاه كاريو البحث عن التمريرة تسديدة كاريو قوية من كاريو وصدها يسار وصدها في كل مكان لكن الهلال خطيرة مرتدة كروكي بدأ أنه متسلل لمسة أمامية خطيرة سعود معاه وفرصة يابانية وبعيدة بكرة طويلة داخل منطقة نحو القائم الأول لكنها في يد حارس المرمى سهلة في يد الحارس نيشيكاوا اللي صد العديد من الكرات للفريق الشهري اللي ممكن أن يكون خياره محاولة في القائم الثاني خطيرة بالرأس صراحة حتى الآن إذا استمرت الأمور على حالها طويل الكرة في تسلل أملاب كالي أنه كان في شك بوجود تسلل على ما يبدو لك الهدف تم احتسابها إلى الهدف من خلالها يصل إلى الهدف لا يوجد تسلل إطلاقا في هذه اللقطة على كوروكي ولا في اللقطة الثانية كارين بالغلط من كاريو وبعد ذلك لمصلحة أوراوا بالحظ بين البليهي والمايوف في مباراة العودة كاريو يضع الكرة في مرمى بالخطأ بشكل جيد على كل حال خطأ لمصعتي الكرات الثابتة الكرة الطويلة البعيدة عن أنه تلعب كرة نحو القائم الثاني وتحضير من الخلف لكن لم يكن هنالك أي لاعب ياباني فقط طويلة خطيرة خلف المدافعين إلى ساكاي يابانية تمريرة برافو جينج براين على أمل الوصول إلى التعادل بهذه الرأسية بالرأس الشيري تركب ميشيل تمريرة ويقالوا التسديدة ولكن كانتي مع هايدر أكثر مدافعين عليه خطيرة لمصعتي وراوة بعيدة
وضعت، هل هي إشارة إلى شيء ما؟ إن شاء الله يكون إشارة لعودة هلالية. أكثر من فرصة على اليسار، ميشايل، عدى ميشايل بكرة عرضية خطيرة يا كبيرة من ميشايل، ولكنها مرت تتهادى أمام إيغالو وأمام كاريو وأمام سعود عبد الحميد، أمام كل هؤلاء اللاعبين دون أن يتمكن أي لاعب. من اليمين كاريو يبحث عن كرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع تدخل. وليامي مر، وليامي التمريرة، وليامي عرضية وفرصة وكرة اللي مصعت فريق أوراوا على حدود منطقة الجزاء من أجل تسديد كرة. اللقاء أوراوا هدف. ميشايل مرة بشايل، مرة ميشايل تسديدة لكنها بعيدة، بعيدة من فضل التسديد، لكن كرة جاءت بعيدة من جانب ميشايل وفي الأخير تحولت إلى وجود يتزاد. كاريو داخل منطقة تحضير بالرأس، الكرة وعيد لا يضيع إيغالو، لكنها اختارت نيشيكاوا اللي صد الكرة في اللحظة الأخيرة. يندب حظ دياز على تجعل الحكم مطالب أيضا بإضافة مزيد من الدقائق في أحداث هذا اللقاء. يطلق الحكم صافرة لينهي أحداث هذه المباراة النهائية بفوز أوراوا الياباني على الهلال في النهائي. بصراحة في الهدفين اللي سجلت لمصعد أوراوا، الهدف الأول اللي كان بالخطأ من الدفاع في الرياض، والهدف الثاني اللي كان من كاريو في مرمى، لكن هذه كرة القدم. طبعا مبروك لفريق أوراوا، واردك للزعيم، إن شاء الله الجاي يكون أفضل لي